مؤسسة سانت فامي التابعة لدون بوسكو بالقنيطرة، انطلقت موسم رياضي جديد للنادي القنيطري للاتيدو. افتتاح عرف حضور بير بيلوت ألان مدير مؤسسة دون بوسكو والسيد طارق بوزاد رئيس عصبة الوسط الغربي وعضو المكتب الجامعي للاتيدو ولايدو، إضافة لأعضاء جمعية النادي القنيطري للاتيدو. أشرف على انطلاقة كل من الأستاذ طارق بوزاد والأستاذ حفيظ حمداوي، وستستمتع الممارسين بممارسة نشاطهم الرياضي. في الختام تقدم الأستاذ بوزيدي بكلمة شكر من خلالها مدير مؤسسة دون بوسكو ورئيس عصبة الوسط الغربي والأساتذة والممارسين والآباء. كما تناول الأب بير بيلوت في كلمته مشروع التربية على القيم الأخلاقية والرياضية من خلال ممارسة الأيكيدو، في حين أشاد الأستاذ العوفي بالمجهودات التي يقوم بها المشرفون على هذا الفرع الرياضي. وأخيرا كلمة الأستاذ عبد الله عزام الذي رحب بالجميع مركزا على الجو العائلي الذي يعتبر من السمات الأساسية في حصة النادي الرياضي. الأيكيدو حتى الرياضة تتعلم من الانضباط وتتعلم الهدوء، ومن بين الممارسات اللي تتعلم التزام والمواظبه والعمل الجيد. كندير الايكيدو حيت هي الرياضه اللي لقيت فيها راحتي في الاول وحسيت براسي مرتاحه فيها، وعلمتني بزاف ديال الحوايج بحال الانضباط، بحال كيفاش نظمت حياتي، كيفاش تبدلت، كيفاش ولات عندي شخصيه انا برا الدار ومع صحابي في المدرسه بزاف. ايوا الايكيدو لقيت فيه راسي، لقيت فيه صحه، لقيت فيه مخي، ايوا كنصلح به الاعطاب ديال اللي كنشوفها سواء في برا ولا لداخل، وبزاف الحوايج كنا راه كنكتشف حاجه اخرى. طبعا هادشي بفضل الاساتذه، بفضل الصال، بفضل المتابره شويه والممارسه شويه، والحمد لله راه بزاف د الحوايج صلحناها في راسنا. شكرا اولا على المتابره ديالكم ديال والمتابعه ديالكم ديال الانشطه الرياضيه ديال النادي الرياضي القنيطري للايكيدو. اليوم كنشهدوا الافتتاح ديال الموسم الرياضي 2022-2023 كما تبعتوا معنا، فكان الحضور ديال رئيس العصبه الوسط الغربي للايكيدو ليدو الاستاذ طارق، وكذلك المدير لمدرسه دون بوسكو. والهدف من هذا اللقاء هو الدعوه الى ممارسه فن رياضي تربوي، الغاية منه هي تكوين الناشئة، والغاية منه هي تحصين هذه الناشئة، لأن الرياضة هي قبل كل شيء هي وسيلة من وسائل التربية. والأيكيدو عنده واحد الميزة خاصة أنه كيجعل الممارس أنه دائما يعني في حوار دائما فعال مع ذاته ومع الآخرين، وهذا اللي كيعطي هذا التميز في كونه أنه وسيلة من أهم الوسائل ديال التربية، تكوين القيم الأخلاقية وكذلك الإنسانية.